مساء الخير، معكم مرفي بطروسي من كندا. النهاردة هنسافر من مطار جرينفيل لمطار أتلانتا في أمريكا. الطيارة معانا بوينج 747-400. الجو زي ما انتوا شايفين مغيم، والرؤية هتبقى في حدود صفر، يعني الرؤية فعلا مش هتبقى واضحة أبدا، وبالتالي مش هنعتمد أبدا على الرؤية في الرحلة، هنعتمد بس على الأجهزة والأفيونكس في تحديد اتجاه الطيارة في أي مرحلة من الرحلة. الطيارة زي ما انتوا شايفين لسه مش شغالة، فهنبتدي نشغل الطيارة والموتورات.
كده المطارات كلها شغالة والطيارة شغالة، هبتدي اتصل بال ATC واعمل فايلينج للفلايت بتاعتي. مطار جرينفيل KGSP خطير على ارتفاع 16,000، ده ارتفاع مناسب للمسافة ما بين الاتنين. المسافة ما بين الاتنين 145 ميل بحري. أتلانتا KATL الواي بوينت اللي مختارها ODF دافور أور فيو آر، تاني واي بوينت سورسي، التالت ميسي، الرابع وومك، الخامس لوجن. فدي الواي بوينتس اللي على خط السير بتاعي. بعد كده هبتدي ادخل بيانات الرحله تاني في ال FMC Flight Management Computer. ف بدايتي تاني KGSP، بعديها VOR أو VOR ODF، بعديها Fix Source C، بعديها Fix تاني ميسي، بعديها وومك، بعديها في النهاية لوجن. وفي النهاية هيبقى المطار بتاع أتلانتا KATL. تمام كده، برضو بتأكد من انه الفلايت بلان بتاعتي دخلت مظبوط في الفلايت مانجمنت كمبيوتر، فبشوف الخريطة وبلاقي ان فعلا خط متناسق ما بين البداية والنهاية. بظبط الاوتو بايلوت بتاعي على 16,000 قدم اللي انا مظبط رحلتي عليها. سرعتي بعد الطلوع هتبقى يعني في حدود 300 310 في الحدود دي. كده انا جاهز، ببتدي اتصل بال ATC عشان نبتدي نتحرك. الفريكوانسي بتاعتهم 121.90. بعد كده بتصل بالجراوند 120.10، او لو غالبا الجراوند هو نفس الرقم، يبقى ابتدي اتحرك. November 1 niner niner uniform alpha.
1 Niner Niner Uniform Alpha. Contact tower on 120.1. Tower, November 1 Niner Niner Uniform Alpha. November 1 Niner Niner Uniform Alpha. Runway 4 clear for takeoff. Runway 4 cleared for takeoff. November 1 Niner Niner Uniform Alpha. November 1 Niner Niner Uniform Alpha. November 1 Niner Niner Uniform Alpha. Kilo Golf Sierra Papa. Altimeter 2 Niner Niner 2. Kilo Golf Sierra Papa. Altimeter 2 Niner Niner 2. November 1 Niner Niner Uniform Alpha.
حسب ال FMC بتاعنا. قدامنا 21 دقيقة، يعني تلت ساعة تقريبا ونكون هناك في المطار. بس يعني الموضوع بياخد أكتر من كده شوية عشان ال زي الجو أراوند حوالين المطار نفسه بياخد شوية وقت، يعني في حدود نص ساعة كده تقريبا.
November. 1-9-9, Uniform, Alpha, Kilo, Charlie, Echo, Uniform, Altimeter, 2-9-9-2. Kilo, Charlie, Echo, Uniform, Altimeter, 2-9-9-2. November. 1-9-9, Uniform, Alpha. November. 1-9-9, Uniform, Alpha. Descend and maintain, 1-2-1000. November. 1-9-9, Uniform, Alpha. Uniform Alpha. Descend and maintain 8000. Down to 8000. November. 1-9-9, Uniform, Alpha.
1, Niner, Niner, Uniform, Alpha. Descend and maintain 4,000. Down to 4,000. November, 1, Niner, Niner, Uniform, Alpha. واضح انه في عاصفة قدامنا، فهنحاول نتفاداها بقدر الامكان. يعني المنطقة الخضراء دي معناها انه عاصفة قدامنا، والمنطقة الصفراء معناها عاصفة شديدة في المنطقة دي، ولو في منطقة حمراء بتبقى يعني منطقة يعني مميتة يعني لو الواحد. في احتمال يقول ان انا اوف كورس يعني خارج خط السير، ده شيء متوقع يعني ما دام انا فعلا خرجت عن خط السير، لكن ده اللي انا لازم اعمله عشان اتفادى العاصفه. كده انا قدامي تقريبا 11 دقيقة واصل لمطار اتلانتا. وكده ممكن برضو ارجع تاني لخط سيري بعد ما عدينا منطقة العاصفة.
November. 1-9-9, Uniform Alpha. Climb and maintain 16,000. November. 1-9-9, Uniform Alpha. Climb and maintain 16,000. وانا هتجاهل الامر ده لان هو بيقول لي ارجع تاني واطلع 16,000 قدم، بس طبعا ده امر مش طبيعي لان خلاص قرب المطار، فما ملوش معنى ان اطلع الارتفاع. هكمل على 4,000 لغاية ما يقول لي اطلع وانزل في ارتفاعات مقاربة. يعني November 1-9-9, Uniform Alpha. Fly heading 210. Vectors ILS, runway 27. Right. Climb and maintain 6,000. كده هتجه اتجاه 210. November 1-9-9, Uniform Alpha. Climb and maintain 6,000. وهرتفع ل 6,000. هعلي سرعتي شوية، خليه في حدود 220. وكده بيقول لي هو مطار هنزل عليه الممر 27R. ده الـ ILS بتاعه 111-30، فأوريدي 111-30 أوريدي داخلة في ظهر على الشاشة، فمش هغير أي حاجة فيها. وبما انه الممر 27R معناه انه اتجاهه 270، هدخل الاتجاه ده في الكورس بتاعي 270، وادخله في الـ CRS بتاعي عشان يظهر على الـ HSI screen، او لما هقلب للمود بتاع النافيجيشن او المود.
في الارتفاع 4000، مش هستنى ال ATC يقول لي انزل الارتفاع ده، لان انا زي ما انا شايف على الخريطة المطار قرب، ودرجة درجة الميل او يعني درجة اتجاه الممر 270 قربت. انا دلوقتي عند 240، السهم زي ما انتم شايفين الاخضر عمال يتحرك لليمين ومتجه ببطء ال 270. هو قال لي انزل 4000 وهتجه ل 180. غير السورس بتاعي للنبض بعيدا عن ال FMC، فانا كده خلاص مش هستخدم اي FMC بعد النقطة دي. هنزل لل2000، مش شايف الوقت يعني مناسب للنزول. هغير اتجاهي لل270. هفتح اللوكاليزر والابروتش، زي ما انتم شايفين السهم الاخضر نوعا ما متجه. واضح ان هو عايزني اتجه اطلع ل 4000 تاني، فانا هغير حساباتي. جايز في طيارة على المطار او حاجة او على الممر، فانا هتجه فعلا اتجاه زيرو زي ما بيقول لي، هتبع تعليماته يعني.
November 199er Uniform Alpha. Y heading 090. Heading 090, November 199er, Uniform Alpha. November 199er Uniform Alpha. Y heading 180. Heading 180. November 199er Uniform Alpha.
November 199er Uniform Alpha. Y heading 240. Heading 240. November 199er Uniform Alpha. November 199er Uniform Alpha. Clear ILS. Runway 27 right. Approach. كده هو بيقول لي انه الطريق قدامي جاهز. Runway 27 right. Approach. November 199er Uniform Alpha. فهنزل ال 2000. وهتجه لل 270 اللوكاليزر واضح ان هو لقط فده شيء كويس فكده الطيارة هتسنتر نفسها على الممر اوتوماتيك يعني هتعدي حتى ال 270 بحيث انها تعمل بيرنج مع الممر سنتر نفسها على الممر November 199er Uniform Alpha Climb and maintain 4000 أتجاهل الأمر ده خليني على 2000 لأن 2000 هي هو الارتفاع المناسب للأبروتش واضح إنه قدامي شوية والجلايد سلوب كمان يظهر فده شيء كويس هنزل العجل بتاعي وهنزل الفلابس شوية شوية برضو November 199er Uniform Alpha Time to maintain 4000 هنقص سرعتي November 199er Uniform Alpha Contact tower on 119.1 اتصل ببرج المراقبة في مطار أتلانتا Tower, November, 199er, Uniform, Alpha. هنزل فلابس أكتر لسه الجلايد سلوب ما لقطش فيعني لو ما لقطش هنضطر يعني نرجع تاني و يعني نلف لفة فوق ونرجع تاني على الممر لغاية ما يلقط كده الجلاس سلوب لقط يبقى احنا كده في طريقنا للنزول November 199er Uniform Alpha Runway 27
cleared to land. November 199er uniform alpha. كده احنا في مطار اتلانتا.
هبتدي اقفل الطيارة. كده الرحلة انتهت، وبشكركم جدا للمتابعة. قبل ما هقفل بس عايز اشوف النزول كان شكله ايه، عشان النزول الصراحة هو اهم شيء في الرحلة كلها. فهرجع تاني بالتسجيل بتاعي وهشوف بس النقطة بتاعت النزول كان شكلها ايه. ده كده قبل النزول على طول. طبعا عارف ان الرؤية طبعا وحشة جدا، مفيش اي حاجة واضحة، بس جاز قرب الممر هتبقى الرؤية شوية أوضح. كده احنا فوق الممر على طول. البرنامج ما بيحملش أرضية المطار بسرعة، عشان كده بتبان كأنها حشيش، لكن بعد ما عدت الريبلاي تاني ادي أرضية المطار. ويعني النزول ما كانش يعني 100%، لكن هنرجع تاني سنة صغيرة برضو ونشوف. شكرا لكم المتابعة، ونتقابل إن شاء الله في رحلة جديدة. شكرا وربنا معكم. سلام.